نعم. إذا كنت أنا مقبلا على الدين وليس لدي علم ودعوني جماعة لأن أخرج معهم إلى الدعوة، فحذرني بعض الإخوة الذين يقيمون في المساجد أن هؤلاء الجماعة اسمهم جماعة التبليغ ولا يحق لي الخروج معهم لأنهم عندهم اعتقادات فاسدة، فما أفعل؟ أطلب العلم. إيش المشكلة؟ أطلب العلم. يعني هل يجوز لي الخروج الآن؟ خروجهم ليس من السنة، جلوسهم في المساجد يطلبون العلم ويتدارسون كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح هذا هو الشرع، أما خروجهم هكذا جماعات وأكثرهم لا يعلمون من الإسلام إلا الشيء القليل، هذا مما خالفوا فيه المسلمين من عهد الرسول إلى هذا العهد، قبل هذا الزمن له 30 سنة و40 سنة لم يكن هناك جماعة يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد، وهذا منتشرون في الأردن وفي سوريا، ونحن ننصحهم بأن يجلسوا مجالس العلم وأن يتعلموا، كذلك نحن ننصحك، نحن نقول لك احضر حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم، أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة.